لما مستر الانجليزي يجي لك البيت. منورنا يا مستر. والله منورك والله يا حاج. امال فين افيونا عشان نبدا الحصه؟ حاضر. ثانيه واحده بس انا الاولى. انت اقعد افيونا. ولا ايوه يا حاجوك. فين؟ تعال يلا عشان تاخد حصه الانجليزي. ازاي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله. ها ذاكرت كويس؟ يا مستر ذاكرت طبعا. تمام. طب قول لي بقى بطاطس بالانجليزي يعني ايه؟ ايه بطاطس؟ بطاطس ايه؟ بصراحه يا مستر مش عارفها. ركز يا افيونا. قلنا بطاطس يعني بوتيتو. ياه صح كده افتكرتها. كانت تاني عن بالي بنت ليدي. طيب قول لي بقى طماطم بالانجليزي يعني ايه؟ ايه طماطم؟ ايه ايه برضه نسيتها. فين يا ابني؟ امال ذاكرت ايه؟ قلنا طماطم يعني توميتو. معنى كده يا افيونا ما هي سهله خالص اهي. بطاطس يعني بوتيتوس وطماطم يعني توميتوس. حاضر يا حجوك. طب يلا بقى قول للمستر موز بالانجليزي يعني ايه؟ يعني موزيتو. الله عليك يا ابني فنان زي ابوك صحيح. يس. ايه اللي انتوا بتحبوه ده؟ انا ماشي انا اصلا غلطان اللي انا جيت. يا عم سيبك منه ده الانجليزي طلع سهل خالص اهو. يلا قول لي باذنجان يعني ايه؟ باذنجانيتو. حلو حلو. طب وخيار يعني ايه؟ خيار خريرو.